السلام عليكم. بعدك اولا كنهنيو حزب الاحرار اللي نجح وكنتمنى له التوفيق ومسيره موفقه ان شاء الله، وكنتمنى انه يشوف هاد الناس هادو كاع اللي هنا في مكناس اللي نجحوا وعطيناهم الاصوات ديالنا، كنتمنوا من الله انهم يشوفوا في هاد الناس يعني يكون واحد الخير منهم، كنتظروا واحد مسيره موفقه ان شاء الله من جهتهم. ولهذا كنقول راه خص المستثمرين والناس كنتمنوا مع هاد الحكومه الجديده وهذا الشيء يكون شي ازدهار مستقبلا ان شاء الله. وكنتمنوا من السي اخ النوش انه يدور وجهه شويه في مكانته بهاد ويعاود النظر في العمال ديال الشركات، سورتو الشركات راه هما اللي هازين الاقتصاد ديال مدينه مكناس. راه مدينه مكناس كان كيتضرب بها المثل، اكبر شركه على وجه العالم كانت هي سيكوم اللي ولات اكفس شركه، وزيد عليها لوسيال، زيد عليها عرامه الشركات والمطاحين، والناس كيزيدوهم الزياده في المواد الغذائيه. عباد الله، واحد جالس مرمي في الزنقه ما لاقيش يشري حتى ربع د العدس، لا يعقل هذا الشيء هذا. وكنتمناو من الحكومه الجديده ان شاء الله تشوف بوجهه نظر لهاد الناس هادو، وشكرا.